نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لقاء توعوي لحجاج الجمعيات والمؤسسات الأهلية في محافظة الفيوم، وتضمن اللقاء تعريف الحجاج بمناسك الحج والتعليمات والإرشادات التي يجب على الحجاج الالتزام بها. النهارده ده اللقاء التوعوي للمؤسسه القوميه للحج والعمره لعدد 180 حج من محافظه الفيوم اللي فازوا في الرعاه بتاعه التضامن الاجتماعي. النهارده اللقاء بيتضمن شقين، شق ديني وشق اداري. الشق الديني اللي هي مناسك الحج وازاي يقوموا بالحج، والشق الاداري التعليمات والالتزامات اللي المفروض الحجاج يقوموا بيها. احنا كمؤسسة الجمال الجرحي جايين نشاركهم يعني اللقاء، ونقول لهم يعني دوركم ايه. انتوا بتمثلوا جمهورية مصر العربية، ومفروض يعني نطلع بأحسن صورة في المملكة العربية السعودية، ويكون دور يعني جيد للقاء يعني ان شاء الله. احنا النهارده جايين في اللقاء المجمع لحجاج بيت الله الحرام اللي فازوا بقرعه وزاره التضامن الاجتماعي، عددهم 180 حاج طبعا على مستوى محافظه الفيوم كلها. جايين النهارده نشاركهم فرحتهم، جايين نقول لهم ان احنا فرحانين، ربنا اكرمكم بالحج، وان شاء الله تعالى ربنا هيكرمكم وتقبل منكم. النهارده جايين بنشرح للحجاج، بنوصل لهم معلومات عن الحج، جايين كدور خدمي ليهم، بنوعيهم ايه هي مناسك الحج، ايه هي شروطه، ايه مواجباته. جايين بنوصل له رساله وبنقول له حضرتك طالع تحج، الثواب ده لحضرتك، انما انت حضرتك طالع بتمثل دوله كبيره وعظيمه زي جمهوريه مصر العربيه، طالع بتمثل الدوله. حاضرين النهارده مع الحجاج، واول شيء احنا طبعا بنقدمه للحجاج ان احنا بنهنئهم على ان الله سبحانه وتعالى اختارهم من بين الاف الناس الذين تقدموا لحج بيت الله الحرام، وان الله اصطفاهم واختارهم لهذه الرحله وهذه العباده العظيمه. وبعد كده احنا بنعرفهم ايضا بالاخلاق والسلوكيات الدينية التي ينبغي على الحاج أن يلتزم بها. فكثيرا من الحجاج يسألون عن المناسك وينسون أخلاق الناسك، يعني أخلاق الحاج اللي ينبغي رقم واحد أن هي يلتزم بها. احنا بنعرفه للحاج أخلاق الحجاج اللي ينبغي أن يلتزم بها في هذه الرحلة الإيمانية المباركة، من عدم التزاحم وعدم التخاصم وعدم الشحناء والبغضاء وغيره من هذه الأمور. وأيضا بنعرفهم أيضا على مناسك الحج من وقت ما ينوي الحج ويخرج من بيته إلى أن يذهب إلى البيت الحرام، إلى أن يعود إلى بيته مرة أخرى، وما يجب عليه وما يحظر عليه في هذه الرحلة الإيمانية المباركة. إن شاء الله إحنا النهاردة جايين لقاء توعوي للحجاج، الجامعات والمؤسسات الأهلية بمحافظة الفيوم تقدم لنا دعوة من دور التضامن الاجتماعي إن إحنا نرعى اليوم ده. وإحنا طبعا مؤسسة الجمال الجرحي بتمد إيديها لكل المنظمات والهيئات الحكومية، وما نقدرش نتأخر عن يوم جميل زي ده. النهاردة هيبقى في توعية لعدد 180 حاجة على مستوى محافظة الفيوم. خلال الفترة اللي فاتت عملنا 4 لقاءات فرعية كل مجموعة لوحدها، بس النهاردة حبينا نضم كل الناس، كل الحجاج. طبعا بنتمنى لهم ان هم رحلة سعيدة ويرجعوا لنا بألف سلامة ان شاء الله. جايين بأمر الله ونحضر الحملة بتاع التوعية والبركة في المؤسسة وفيكم بأمر الله، ونحضر كده نعرف منكم المعلومات خير بأمر الله، ويجعلكم معنا وحسكم معنا كده على طول يا رب، وتشرفونا على طول ويزكم كمان وكمان وينولها لكل شنطة.